عليكم ورحمة الله وبركاته. إمتى أقدر أكتفي من البيم وأركز في الجانب التكنيكال لأنه أكبر وأوسع، وفي نفس الوقت البيم مهم حاليا ومستقبليا؟ البيم ما يغليش عن التكنيكال، يعني مش اختار ده او اختار ده، مش اختار عمارة ولا استراكشر، اختار ستيل ولا اختار خرسانة، لا. البيم أداة بتساعدني إن أنا أعمل فيجواليزيشن وأعمل تشيك على الشغل بتاعي واعمل تنظيم كولبريت بيني وبين بقية الاقسام، فلازم تبقى قوي جدا في التكنيكال وتستخدم البيم في اظهار الشغل بتاعك. البيم يوفر لك وقت في الحسابات، ويوفر لك وقت في الشغل، ويخليك تتاكد من شغلك، ويسهل لك حاجات كتير جدا في الشغل، والحاجه اللي كانت ممكن تهتم في اسبوع لا انت ممكن تعملها في يوم وهكذا، فهو كتير جدا. لكن لازم وانت شغال تكون مركز وفاهم تكنيكال. تخيل انت مهندس انشائي ومهتم ان انت تعمل لي بيم فيجواليزيشن صح وشكله حلو وجميل و3 دي ومبهور باللي انت بتعمله، لكن تكنيكال مفيش، حسابات مش مظبوطة، وده ممكن تدخل بيانات على البرنامج ويطلع لك اللون كله اخضر بس انت مش فاهم ايه اللي حصل، فممكن يكون الحاجات غلط. فلازم يكون عندك حس للهندسة وفاهم الفكرة والحاجات دي كلها. في حاجة كنا بنتعلمها، فكان المهندس اللي بيشرح لنا كان بيقعد يشرح لنا المانيوال والحسابات جت منين والحاجات دي كلها قبل ما ندخل في جانب البرنامج والسوفت وير. فلازم يكون عندك التكنيكال كويس، وبعد كده تستخدم البيم في ان انت تقوي الشغل بتاعك.